أنا فرحانة وأني ألتقي لأول مرة أميرة الجزيري، ما تقابلناش قبل في تونس، تقابلنا لهنا، لمتنا قطر، لمتنا الدوحة، تبعتها على قناة الكأس، تخدم في خدمة كبيرة، تطور كبير عند الأميرة الجزيري هذيك، علاش نلقاوها متألقة وإحنا نفرحوا الكل تونسي وتونسية يتألق عربية. الأميرة مرحبا بك، نورتنا وأبطال تونس منورينا. يعيشك. تابع في أدق التفاصيل بتاع المنتخب رغم اللي أنت غاصة في الخدمة نتاعك ولكن قاعدة تتبع، كيفاش عشت هالمونديال هذيا؟ والله المونديال هذا سي اكسبسيونيل صراحة، استثنائي بكل المقاييس. أول حاجة بلادي تلعب فيه، ثاني حاجة البلد المستضيفة هي قطر اللي نعيش فيها يعني صار لي سنين ونخدم فيها اليوم في نفس المجال اللي هو المجال الرياضي، فصراحة صعيب شوية بريسيون على يعني بين انك توفق بين المونديال وبين خدمتك في الاوتور دو مونديال، دونك سي بلي ديفيسيل. ماهوش سهل، والله ربي معاك، ماهوش سهل. كي تدور وتشوف التوانسة بالأعداد الغفيرة هذيا حاضرين في مونديال كيما هكايا، شنو شعورك؟ تحس روحك كانك في تونس ده مع تبجيل والله شوف الجماهير التونسية مشرفينا اليوم في قطر، شفنا نسخة جديدة من الجماهير التونسية، شفنا جماهير ينظفوا في استادات، جماهير منظمين يحتفلوا برزانة، يحتفلوا يعني بطريقة جميلة برشا، فما هكا الروح التونسية الجرينتا الروح نتاعنا الشبيبة، أما افيك موديراسيون. يعطيهم الصحة، تحية كبيرة للجماهير التونسية اللي شرفتونا سنة في المونديال، ونحبكم تشجعوا ليكيب ناسيونال خاطر شفت شوية تراجع في الجماهير يعني في التشجيع، ممكن مساندتهم وتشجيعهم للمنتخب الوطني، ولكن حاجة نقولها لكم اللي المنتخب الوطني منتخبنا مشرفنا ونصرنا، يعطيهم ألف صحة على المجهود يعني فيه اليوم. برشا فرق غايبة على المونديال، مونديال قطر فرق كبار جدا، ونحن تونس موجودة يعني في النسخة اللي فاتت نسخة روس الأخير، المستوى بتاع الفرق العربية كنا نعرفه اللي أقل من الفرق الأوروبية اللي جاية معكم، تحضير كبير، تاريخ كبير، دونك معناتها نفرحوا باللي عنا، اللي عنا توا نحن موجودين في المونديال، نشجعوا النصور لاخر لحظة، ونشجعوا بلادنا، ونرفعوا راية بلادنا لاخر لحظة، وهذا كده مفيد معناتها. ميرسي. بفضلك. يعيشك عزيزتي. يعيشك. سكي بارفي.